مشاهدينا بنرحب بيكم على مدار اليوم منذ صباح هذا اليوم 12 ديسمبر 2015 وبنحتفل بمرور 25 سنة على الفضائية المصرية. من 25 سنة سنة 90 الفضائية المصرية اقتحمت عالم السماوات المفتوحة. الحقيقة 25 سنة كده مرت قدامنا، القناة كبرت في العمر في السنوات، احنا كمان كبرنا معاها وكبرنا كمان بيها، تعلمنا فيها حاجات كتيرة قوي، تعلمنا ازاي الاعلام الصح الحقيقي. كان سنة 96 تحديدا كان عندنا او جالنا في الفضائية المصرية كان وجود رمز مهم جدا، احنا كنا بنبص ليه ان هو مدرسة، هو أكاديمية، هو رمز راقي جدا، اتعلمنا منه الكلمة الراقية وتعلمنا منه الاعلام اللي بحقه حقيقي. وسام طيب يا حبيبي 94 طيب انا قلبي بيدق ومش عارف اعمل انترو، مش عارف اتكلم، لان انا حاسس ان انا محطوط في امتحان قدام اللي علمني الاعلام. الانسان اللي علمتنا الاعلام، الانسان الاعلاميه الكبيره مدام سناء منصور، هرحب بيها ومش هقدر اتكلم كتير. خلونا نتكلم في الحوار، نخش شويه في الكلام، نقدر نفتح كلام اكتر واكتر. خلونا نرحب بيها الاول. اهلا بحضرتك يا فندم منوره. كل سنه وانتم طيبين. 94 انا اسفه عشان هي مدام سريع صححت المعلومه. 94 سنه 94 ومعانا زميلتنا كمان الجميله المتالقه الاعلاميه ريهام السهلي، لازم نرحب بيها برضه ونتكلم معاها برضه، مش هنتكلم في انترو، هنخش معاها على طول. ريهام منوره. ميرسي يا حاتم، وهبه بنوركم، وانا مبسوطه ان انا موجوده معاكم النهارده وموجوده مع زي ما يعني هقول بقى استاذتي انا كمان سناء منصور. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه وسلامه. ميرسي مدام سناء، لما بنقعد يعني حتى كمان وقبل الهوا، لا احنا فعلا في حضره السيده سناء منصور. ممكن انا برضو عندي احساس ان انا في حضرتكم. لا برضو خايفه منكم. لا 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 والله صحيح. لا يعني بنتذكر مع حضرتك ازاي ان احنا اتعلمنا يعني ايه اعلام صح، يعني ايه اعلام نحترم عقليه المشاهد، يعني ايه ننقل الحقيقه، ننقل الواقع، ما ننقلش انطباعات شخصيه او نعمل فوضى او نعمل بلبله، ننقل الصوره زي ما هي. ده اتحفر جوانا من زمان جدا، واكيد وريهام نفس الشيء وحاتم نفس الشيء. بعد 25 سنه كده على الفضائيه المصريه، شايف الاعلام ازاي او شايف الفضائيه المصريه ازاي؟ بصي ما تقوليليش تاني 25 سنه، ما اعرفكوش انا. ايه 25 سنه؟ واحنا ما نعرفهاش برضه. واحنا ما نعرفش القناه برضه 25 سنه. 25 سنه يعني ايه الكام سنه اللي فاتوا دول؟ ايه اللي ايه؟ حصل ايه في الفضائيه؟ شايف الفضائيه ازاي؟ شايفة انه احنا يعني الفضائية مختلفة عن الفضائيات الاخرى باللي بيحصل فيها يعني، بس برضو شايفة انكو لازم، انا شوفي مش بسهولة بقبل اي شغل يعني ما هوش متميز جدا يعني. فانا نفسي ان الاقي الفضائيه المصريه تاني. طبعا وقتها ما كانش فيه المنافسه اللي موجوده، بس انا كنت نفسي دلوقتي ان الفضائيه المصريه دي تنافس مره اخرى كل القنوات اللي موجوده، لانها بتنافس باعلام محترم. على الاقل انا بقول اي حد عنده اولاد او شباب صغيرين وعايز يتفرج على قناه، عنده قنوات ماسبيرو، عنده الفضائية المصرية، يشوف لا هيسمع لفظ خارج ولا هيشوف طريقة فيها مبالغة شديدة جدا في الأداء، ولا هيشوف يعني كل ما مالية من انتقادات ويعني ورفض لمدرسة جديدة موجودة في الفضائيات الأخرى، هيلاقيها موجودة في الفضائية المصرية. يعني القناة المحترمة اللي عايزة شوية إبداع أكتر وشوية ابتكارات أكتر بس. وإحنا بنحاول وهنحاول لازم الفترة اللي جاية إن شاء الله. أنا حاسس يعني باللي أنا شايف إن شاء الله في الفترة الجاية في عودة لماسبيرو بشكل كبير، لأن اتس تايم إن إحنا نرجع تاني وبقوة إن شاء الله. وطبعا يا ريت يبقى في أفكار جميلة بتقدر تفيدنا، يعني تبقى حاجة جميلة جدا. أصلكم طول عمركم موهوبين، فأنا بشوف يعني سواء مذيعين سواء مخرجين سواء يعني كل المنترين، فأنا بشوف إنه ما عندكم كل العناصر اللي بتقدم، كل العناصر اللي بتقدم عمل جيد متوفرة في الفضائية المصرية، فما فيش أي مبرر ولا يعني اما انا شخصيا لا يمكن اقبل انه كنتوا ما تبقوش على راس القنوات الفضائيه الاخرى. طيب لازم من سنه 96 مدام سناء، ولو كل 94. لا ثانيه واحده بس كمل كلام. من سنه 96 انا همشي. لا 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 بصي زي بصي زي لا بقول
زي البرامج التانية. أول ما المذيع يقول كلمة مش عاجبة الضيف يقول لك طب أنا ماشي. لا لا عايز أقول من سنة 96 بدأت الفضائية المصرية تنتج برامج، ده هذا التوقيت صحيح أم لا؟ 95 قبلها كانت القناة حاملة للبرامج من القناة الأولى والقناة الثانية. من هذا التوقيت وده كان في عهد طبعا السيدة سناء منصور في مجموعة كبيرة جدا بالبرامج بأفكار مختلفة، وكانت حتى في التوقيت كانت 10 دقائق 15 دقيقة مجموعة مميزة جدا من البرامج، وكانت السيدة سناء منصور رئيس القطاع القنوات الفضائية المصرية. فنشوف تقرير بقى عن أبرز البرامج دي ونرجع نكمل الكلام. بص يا هبه، وانتوا بتستعرضوا اسماء البرامج عماله افتكر اقول على فكره انتوا كنتوا متهورين جدا. يعني افتكر انه اظن كاترين الشافعي اللي لقيتها بصيت لقيتهم جايبين لي شغل ريم راميه نفسها ماسكينها بحاجات كده، ده كانت في دبي عامله سكاي دايفنج او بانجي جامبنج او وواقعه من مش عارفه على 5 ادوار ولا 6 ادوار. انا بقيت ركبي بتخبط اقول البنت دي وصلت على الارض ولا جرى لها ايه دي. فمثلا عشان تعمل بروموشن للبرنامج اعتقد انك انت يعني في 2 عملوا حديث مع الشيخ زايد، انا في راديو مونت كارلو وانت في ابو زيد، وكان عمر الشيخ زايد ما بيدي احاديث. ففوجئت انه شاف في المطار كان معرض طيارات. كانت اول سفريه حضرتك رشحتيني فيها وكان معرض اسمه ايدكس، معرض في ابو ظبي. في ابو ظبي مظبوط. وهو كنا في البوث او البارتيشن بتاع مصر وكان عدى، فكان معايا المصور استاذ خالد الدش لازم افتكر الموقف، وكان معايا خالد الاتربي المخرج. فقلت له سموك ممكن كلمه الفضائيه؟ طبعا انا كنت لسه يعني كنت صغنطوطه خالص سنه 96 او 97 مش فاكره. قال لي ايش بتقولي ايه؟ يعني حتى عارفه مين كان معاه اللي بيسوق؟ كان الشيخ محمد بن زايد. فرجع وقال لي عايزه ايه؟ قلت له احنا الفضائيه ممكن كلمه، وخد الحقوق ولا لا 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 مستوعبه انا بعمل ايه ولا اي. وخالد الدش مدير التصوير بيزقني قولي كلمي، وقلت المدام سناء واحنا في ابو ظبي انا عملت كذا كذا كذا. كانت جميله طبعا. يعني الاولاد وبعدين يعني برضو يعني انا بفتكر الحاجات اللي فيها شويه تهور، ودي يعني في النهايه بتبقى فيها برضو في شويه ابتكار وابداع. افتكر ايتن الموجي كانت بتعمل ايه، بفتكر الاولاد كلهم. عارف يا حاتم كانوا كله متحمس انه يعمل حاجه. انا نفسي الروح دي ترجع تاني مره تانيه، لان هو ده اللي هيخليكوا سايبين بصمه في الاعلام المصري ان شاء الله. ان شاء الله. نروح لريهام زميلتنا العزيزه ريهام السهلي. ريهام عايزين نتكلم على اهم البرامج اللي انت عملتيها الفضائيه المصريه. طبعا بدايتك نايل تي في ونايل دي جي ونشره الاخبار بالانجلش وكان لينا يعني باع انتوا الاثنين كنتوا في النايل. فنحب ناخد فكره كده ذكريات، نسترجع الذكريات الجميله سوا. هقول لك انا فاكره ان انا في 98 اللي بتهيألي اللي جيت الفضائيه، انا 93 بدات في النايل تي في
98 بقيت حابة أن أنا أعمل أتكلم كمان بالعربي يعني أو أخاطب المشاهدين بالعربي. فجيت على الفضائية وعملت برامج كتير، كان وقتها فضائية كلينيك، حياتك اخترتي الاسم بتاعه الأول وبين اتغير بقى طبيبك على الهواء بعد شوية. فكان ده برنامج طبي، وكان الغنوة طبعا، وكانت ميرفت إمام هي اللي بتخرج البرنامج ده، كنت بعمله أكيد كانت طول النهار تزعق فيهم أكيد هي ويوسف الفخراني أكيد شافوا الويل وسواده كان بيكتبوا طبعا أستاذ يوسف الفخراني الكاتب الجميل وبتخرجه ميرفت إمام. الحقيقة كانت من أمتع الحلقات اللي احنا كنا بنعملها، وكان أغلب البرنامج ده على فكرة كنت حامل فيه، يعني فترة كنت حامل في بنتي والفترة الثانية كنت حامل في ابني، فطبعا مش عايز اشوف منه اي حلقات خالص النهارده. ايه ده، احنا كنا محضرين لك حاجات وكنا هنزاحها دلوقتي. لا وفي كمان بعد كده سيدتي، وفي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا سيدتي، وكان في حاجات ثقافية اللي عملت سيدتي شوية عملته في الفترة الأخيرة 2007 وخدت الأجازة بقى ورحت قناة المحور 2008. فقعدت تقريبا من 98 ل 2008 في الفضائية بعمل بقى كل أنواع البرامج، شوية ثقافي شوية، عملت حاجات فنية كان مع صمويل سامي برضو مخرج جميل كان جديد جميل ورائع الشكل كان جديد خالص وكان طبيبك على الهوا فضائي كلينك إخراج محمد خليل أفتكر صح وكان أهلا وسهلا مين اللي قدم، كنت أنا وداليا البحيري كان في عمرو جميل ومريم امين فتره برضه كان عمرو جميل وكان سامر سامر عز الدين سامر في امريكا دلوقتي جلال فهمي وكان اخراج صح كان اخراج جلال فهمي وكانت اللي بيعدوه بيحضروه نسرين الخياط رئيس تحرير ومنى تمام. فيعني عملت مجموعه برامج ممكن اقول حاجه قبل ما نطلع التقرير وسيدتي عمل لنا وهبه بقى وريم بس عايزه اقول حاجه وسميحه وايتن وكده وانت في نايل تي في ما كنتي تعملي نايل دي جي كنتي رائعه يعني ربنا كنت بحب جدا البرنامج كانت بتعمل في والله انا كنت بحبه قوي برضه كنت بعملت فيه حاجات كتيره وكنت بعمل حلقات حلوه قوي وكنت بتركبي العجله بركب العجله وبقدم من فوق الشجره من فوق فرع الشجره يعني بس انا بتهيألي ان من احلى الحلقات بتاعت عبد الحليم حافظ صح بصي كان خالد شبانه زي غنوه في الغنوه انت كنت بتقولي على الغنوه انت وميرفت ويوسف الغنوه انا وميرفت ويوسف من الحلقات الحلوه جدا عبد الحليم لا سعاد حسني حلقة سعاد حسني انه سعاد عيطت لما شافتها وكانت في لندن الله يرحمها فعيطت وقال ان هي شافتها يوم توفت لا وعيطت ولا كانت بتتعاد ما كانتش اول مره بس ان هي اتفرجت عليها يعني كان لما صبري عمل حلقات هناك يعني فصديقتها ناديه يسري قالت له ان هي كانت بتتفرج على الحلقه دي على السي دي طبعا اول كده يوم وان هي كانت متاثره جدا وبتعيط وهي بتشوفها. طب ايه رايك نفتكر مع بعد كده نشوف فاصل كده عاملين نورك لشغلك القديم لا والله مش على حاجه انا بحب الغنوه بس كنت على اخري هتعلقي على الحاجات اللي بتحبها الحره هو اللي عاملاها فما تقلقيش مش مشكله خالص يلا انا اتفضل اللي يسألك عن الغنوة قول له كلمة على كلمة غنوة، فكرة على ذكرى غنوة، حب على ضحكة غنوة، ايدينا في ايديكم غنوة. تفاصيل ايامنا غنوة، اسرار احلامنا غنوة، همسنا وكلامنا غنوة، غنوة مواسمنا غنوة، العالم كله غنوة. الغنوة الكاتب يسري الفخراني الإخراج ميرفت إمام ومعكم ريهام السحر. هل انتهى زمن الحب؟ هل فقدت الكلمة معناها رونقها رقتها ورمزها؟
كانت هذه الأسئلة بعضا من بدايات في حلقات سابقة. قلنا نجرب، نكتشف، نسأل ونحس مدى شعبية الحب ونحن في السنة 2000 بعد الميلاد. كان استفتاء لم نكن نعرف أنه سيحقق أرقاما قياسية في الإقبال على التصويت معه أو ضده. استفتاء الحب هو أكبر دليل على أن الحب ما زال يلعب دور البطولة في حياتنا، سواء كان حاضرا أو غائبا، سواء على خشبة المسرح أو في الكواليس، سواء كان بين أيدينا أو بعيدا عن أصابعنا. فهذا هو الحب. لا معلش، انا قلت سواء، دي كانت غلطه حاتم. لو كانت النهارده تقول سواء دي كان حصل فيها ايه؟ قول لي بس. في حد يقول سواء كلها غلط. حضرتك كنت فين يوميها؟ كنت بشوف شغل حاتم. كان في ناس كتير بس كانوا بيقولوا كده. عدت ازاي دي يا ريان؟ معلش يا جماعه اعذروني، كنت حامل حد من الولاد يعني. طب ما ده احسن، احنا مصرح لنا نقول كواليس. كواليس ممكن اقول شويه كواليس حصلت معايا ومع حضرتك يعني. افتكرت استعمال الكلمه يعني، ما هو ملهاش تاني، ملهاش يعني هتقول ايه خلفيه المسرح ولا ايه يعني، ملهاش كلمه تانية. لا انا عشان بس هم ما حطوش الرياضه في البرومو بتاع الكلمات، ما حطوش فوتبول، ما حطوش المتنافسون، ما حطوش النشره الرياضيه. بلاش مش مشكله، بس خليني اقول حاجه بقى. فاكره حضرتك سنه كاس العالم 97 ما كنا بنقدمه، حضرتك قابلتيني مره كنت في طوره معاديه، بكره عندك هوا هتطلعوا كاس العالم انت وكابتن احمد شوبير 98 سوري. ورحنا وطلعنا وقعدنا وقدمنا اللعيبه وابتدينا نطلع الصور وكده، بس ما كناش عارفين اللعيبه اساميهم، الاسم ما كانش راكب على الصوره. فلقيت مدام زينب بتكلمنا وبتقول زينب اسماعيل. لا حضرتك كلمتينا قلت لنا مدام زينب، انا اسمي مدام زينب. يا حاتم مين اللعيبه اللي انتوا قلتوا عليها دول؟ مين احمد بلال؟ مين مش عارف مين؟ مين صورته لازم تنزل لو سمحت اعمل لي؟ انا عرفت صوت حضرتك على طول وتلبشت. واول ما تلبشت كابتن احمد قال لي اسكت. ده كان على الهوا. كنا على الهوا. هي كانت على الهوا. على الهوا واحنا قاعدين. يعني خدت اسم مستعار. انا اسمي مدام زينب. عشان ما تحكيهوش يعني على الهوا ولا ايه؟ تقول لنا يعني نعمل ايه؟ دايركت اكيد هتعرف. بس احنا اتخضينا، ولكن عمل خدنا فاصل، وبعد الفاصل ده كنت انا وكابتن احمد شوبير قاعدين بنطلع اسامي الناس فعلا، بنطلع الصور ونقول ده فلان وده فلان وده فلان وده فلان. وحضرتك وقلت حضرتك مدام زينب، حضرتك لو بتتابعينا فلان هو ده وفلان هو ده، طلعنا الحكايه دي. طبعا مش فاكره خالص الجميله دي برضه. وكنا بنحب قوي يعني نخش مكتب حضرتك ونشوفك كده، بص مدام سنه بتعمل ايه يعني، بتكلم مين؟ ويا سلام بقى لو حاجه حلوه بقى معديه كده تبقى راضيه على حد فينا مثلا، بنبقى سعداء في قمه السعاده. عارف من انا بحس يعني ان من اجمل سنين حياتي الايام اللي قضيتها في الفضائيه المصريه وفي وسطيكوا يعني الحقيقه. احنا كنا سعداء جدا جدا جدا، اتعلمنا كتير جدا 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 لغايه النهارده. برضو ممكن اقول كواليس ثانيه؟ اتفضل. مدام سناء قالت لي المذيع مش شكل ولا كلام، شكل ومضمون. المذيع لازم يشتغل على نفسه، طول ما انت بتشتغل على نفسك هتبقى مذيع ناجح. انت مذيع، لكن عشان تبقى مذيع ناجح اشتغل على نفسك. لغايه النهارده الكلمه دي بترن في ودني، وبذاكر وبقرا قبل ما اطلع اي حلقه، وبذاكر عامه بشكل عام. كلنا على فكره الجيل، لا كلنا الجيل ده كله اللي احنا بنتكلم عن حضرتك الكلام ده طبعا. لا انت طول ما انت شغاله لازم تبقي مدركه ان انت عمرك ما هتبقي بيرفكت، وان انت انت على طول في حاجات لازم تتعلميها، لان ما حدش فينا عارف يعني كل حاجه، وما حدش فينا فاهم في كل حاجه، ولا مطلوب ان انا ابقى خبيره في كل حاجه. لما المذيع قدام المايك بيشتغل نفسه، واي موضوع طالعه فعلا بتتكلمي فيه النهارده المفروض انت قبلها بتقعدي وبتقريه وبتدرسيه، واذا كان في ناس بتفهم في المجال ده او ده ممكن تطلبيها وتساليها لانه ما حدش فينا فعلا خبير قانوني وخبير سياسي دلوقتي وخبير رياضي، يعني مش معقول. وتعلمنا كمان ازاي تبقى محايد، انت تعرض وجهه النظر، ما تقولش رايك. هو انت مش محايد، ما حدش موضوعي. فينا محايد بالظبط، هي موضوعي. كل واحد فينا في بيته وفي حياته الشخصيه وجوه، احنا بني ادمين في الاخر. انا عندي مواقف طبعا، وفي حاجات سياسيه، مواقف سياسيه في الكام سنه اللي فاتوا دول انت راضي عن ده ومش راضي عن ده، عاجبك كذا ومش عاجبك كذا، بس تقفي على مسافه على الهوى واحده، على الهوى تبقي بقى هي المسافه الواحده. صحيح. او الموضوعيه، ان انت ما تفرضيش انتمائك ده او وجهه نظرك دي على المشاهد، لان المشاهد انت مش هتحجري عليه يعني. صحيح. بمناسبه ان الواحد لازم يشتغل على نفسه عشان يتقدم، يعني هتستغربوا جدا لو اقول لكم انا من حوالي 5 6 7 يعني كام سنه، يعني يمكن 7 8 سنين كنت بتفرج على تلفزيون في قناه فضائيه،
فعجبني برنامج معمول بحتة طريقة كان جديد، يعني إيه زي ما كان فيه في الفضائية المصرية برامج بتعملوها كان شكلها يمكن النهاردة لما نتفرج عليها نقول يعني طب ما هو كل الناس بتعمل كده، لا بس وقتها كان ده شكل جديد. فأنا شفت برنامج شكله جديد تماما، كان عن نجوم العلوم. وانا رحت كان بحضر لجنه في فوق يعني عند رئيس الاتحاد بتاع، قلت له انا عايزه اسافر الحقيقه في البلد يعني اللي كانت بتنتج، قلت له انا عايزه اسافر، قال لي تسافر ليه؟ قلت له وكنت سبت على فكره كنت بس بشتغل الظل الاحمر يعني ما كنت سبت خلاص الاداره والكلام ده كله المنصب يعني المنصب لا ما فيش. فقلت له لا لانه انا في برنامج بيتعمل انا مبهوره بيه ومش عارفه بيتنفذ ازاي وعايزه اروح اتعلم بيتنفذ ازاي. قال لي بقى انت يا سناء هتروحي تعلمي؟ قلت له اه يعني ما تستغربش يعني انا عايزه اعرف ده اتعمل ازاي وبيتنفذ بالجمال ده ازاي يعني. طب يعني حقيقه انا ما كنتش هستفيد يعني لا مش هستفيد، اقصد مش هفيد حد بان انا اتعلم الكلام ده هو حضرتك. لكن انا بطبيعتي يعني قد كده انبهرت وقلت لا انا عايزه اتعلم يعني حتى ما يبقى عندي 70-80 سنة هبقى برضو نفسي أتعلم لما أشوف حاجة حلوة يعني. أنا لما تبقى قدوتك كده يبقى أنت تعملي إيه؟ تشتغل على نفسك مليون مرة بعد كده. عايز أقول لك حاجة يا ريهام، ممكن نستأذن بس عشان معانا زميلتنا العزيزة ريم الشافعي عايزة تخش تكلم حضرتك. هي معانا على الهواء بس على التليفون. على التليفون. اتفضلي يا ريم. هاي كل سنة وأنتم طيبين حاتم طبعا وهبة، كل سنة وأنتم طيبين ريهام وبتبقى الحلو للآخر. سناء منصور حبيبتي، سناء منصور دي انا فاكره اول ما مسكتنا احنا، انا كنت اول ما جيت كانت سيدة تريبي، سناء منصور اول ما مسكتنا خالص فضلت سنه بحالها بتتعلم وبنتعلم معاها الاداره والحسابات، وتجيب ناس بتوع كمبيوتر يدوها كورسات وتجيبنا تودينا كورسات بره وتودينا في اذاعه وتلفزيون وتعلمنا عربي وتجيب هاله الحديدي تعلمنا عربي ونزهقها ونقرفها وتجيبني تقعد تخليني اقعد اقرا لها الجورنان علشان تعلمني اللغه العربيه الصح، وبعدين تقول لنا كورسات ستايليست تجيب ستايليست ويلبسنا وتسفرنا بره. وفضلت مش عايزه تاخد اي قرار الا بعد سنه تقريبا لما ابتدت تقول بقى انتاج الفضائيه المصريه. وطبعا راحت منزلاني على طول، وكنت ساعتها لسه طبعا خام خالص، بس فضلت ورايا في اللبس وفي الشكل وفي الكلام وفي اللغه العربيه وفي ازاي الظهور. سنة المفروض دي حاجه كبيره جدا جدا جدا، محدش يقدر يعني مفيش اعلاميه جت زيها ومش هيجي زيها تاني. وانا مش بقول الكلام ده علشان هي استاذتنا وعشان هي عملت الفضائيه المصريه وعملت مونت كارلو وكان ليها بصمه كبيره في الشرق الاوسط، لان حقيقي معجونه بالاعلام معجونه بالفن. انا بقول لكم يعني وقت ما عملت حفله الفضائيه المصريه، كانت اول حفله فضائيه مصريه عملتها، سناء منصور جت واتدخلت حتى في الاغاني وهم بيغنوا يعني، وهي بتحضر البروفات، انا كانت بتحضر كل حاجه المونتاج والديكور وكل حاجه كانت بتحضرها. الحفله كانت في اسماعيليه يا ريم فاكره؟ حفله اسماعيليه حضرتها يعني، كانت بايته معانا هناك واكلين شاربين نايمين بتعلمنا نقول ايه ونطلع ازاي. وحفله مارينا لو تفتكري اهو باكثر من سنه او كذا سنه ورا بعض. لا انا فاكره كمان لما عملت الحفله دي اول حفله خالص كان حاضرها عدد كبير من الفنانين، جابت كمان كاظم الساهر ورغب علامه وناس كتير قوي في اول حفله اتعملت في الفضائيه المصريه، وكانت اول حفله مختلفه تماما، يمكن بعد كده كل القنوات قلدتنا. وساعتها كانت بتحضر بروفات لان كان فيه اكتشاف صوت من الاصوات، وبقت تتدخل في الاغاني وهي بتحضر وبقوا يسمعوا يقولوا لا عندها حق، طب نغير الاغنيه بالشكل الفلاني، بصوا قد ايه كانت فنانه، وتقول لهم طب انا بقول لكم بس واعملوا اللي انتوا عايزينه بعد كده. وطبعا كانوا بيسمعوا كلامها بدون يعني حد من غير ما حد يفكر يعني، لانها فعلا ست فاهمه يعني ايه اعلام، ولازم يتم استخدام خبرتها ويشوفوا السيدي بتفكر ازاي يمشوا زيها. كانت سابقة عصرها يا ريم، كانت مدام سناء دايما نقول عليها سابقة عصرها في الأفكار حقيقي. وفي البرامج وفي طريقة تقديم البرامج فعلا. لغاية دلوقتي برامج هذا لما بنعرضها بتنال إعجاب. فاكرة ريهام طبعا حياتي حبيبتي، كنت طيبة يا رورو وأنت طيبة يا ريم. ريم عمرك ما بتكبري ما شاء الله، دايما لذيذة وكتكوتة وروحك جميلة، ربنا يخليكي ورافع راسنا دايما بره يا رورو، ربنا يخليكي. وحشتيني انت كمان. فاكره الفوازير؟
ها فاكره الفوازير. برافو عليك يا ريم فكرتينا. الا الفوازير. طيب انا هسيبكم بقى. عموما حبيبتي ثنا طبعا الفوازير انت ما كانش عندك اي مشكله يا ريم، انت عندك التمثيل يعني كنت بتمثلي بشكل طبيعي جدا. انا اللي كنت بعاني بصراحه، مش عارفه ان انا اتقمص كل مره شخصيه يعني. ميرسي يا ريم قوي، هايله في الموضوع ده. انتي قلدتني تقليد ريهام السهلي، قلدتني تقليد عملت شخصيتي بالملي. ايوه في برنامج الاطفال. عملت شخصيه حلوه قوي قوي وقلدتني. جاد دي ممثله، دي ممثله مستخبيه تحت مذيعه. كانت ايام جميله والله. كانت بتقود المسيره كلها. ريم على فكره، على فكره، على فكره ريم الشافعي ممثله رائعة. اولا شكلها كمان طعم قوي على يعني على الكاميرا، وبعدين ممثلة طبيعية ممتازة، فهي ممثلة ضلت طريقها فأصبحت مذيعة. لكن دي لو كانت مثلت يعني لو ريم لو كانت مثلت كانت برضو عملت شغل كتير قوي. ما بتعملش مجهود وهي بتمثل. لا 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 خالص، يعني طبيعية والتمثيل عندها تلقائي. بس قبل ما نطلع الفاصل عايزين نتكلم عن موضوع الفوازير ده. ريم فكرتنا بحاجه. دي سابقه ما تتسابش. انت عملتي ابدعتي يا ريم. كانت جميله قوي. طيب هنروح للفاصل. هنشوف ايه يا نهى؟ ما سمعتش بتقول دي تقرير على مدام سناء. طيب اوكي، يلا 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 اولادك عاملينها لك، يلا اتفضلي وريني. سناء منصور إعلامية بارزة في الوطن العربي. اشتهرت سناء منصور بصوتها الشجي الذي يأسر الأذن ويحتل الوجدان. ولدت سناء منصور لعائلة تعمل بالقضاء. تخرجت من كلية الآداب قسم الصحافة. بدأت سناء منصور مشوارها المهني بالصحافة، ثم اتجهت للإعلام حيث التحقت بالإذاعة كمذيعة هواء في الشرق الأوسط، التي قدمت من خلالها برنامج ما يطلبه المستمعون، ليمثل انطلاقتها في العمل الإعلامي إضافة للعديد من البرامج الشهيرة مثل أبجد هوز والاحتياط واجب وقبل المدرسة. انتقلت سناء منصور بعد ذلك إلى إذاعة مونتو كارلو الفرنسية التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا، لتعود بعد ذلك للعمل بالتلفزيون المصري لتقدم من خلاله البرنامج الشهير أوسكار، الذي ساهم في تشكيل الوعي السينمائي لدى كثير من محب الفن السابع. تبوأت سناء منصور العديد من المناصب، من أهمها رئيسة شبكة الشرق الأوسط، ثم نائب رئيس الإذاعة، ثم رئيسة قطاع القنوات الفضائية. الحقيقه انا نفسي نتكلم عن الاذاعه اكتر، يعني انا متشكره جدا جدا وميرسي يا ميرفت، يعني دلعتيني زياده عن اللزوم. عايزين نتكلم عن الاذاعه يعني سوري، عايزين نتكلم عن القناه الفضائيه اكتر. سوري انا اسفه، بس انا برضو بحب الاذاعه مدام سناء. انا برضو بغلط لحد دلوقتي لسه. مدام سناء يعني عايزه اقول حاجه قبل موضوع الفوازير دي. كانت لحظه مدام سناء بتشوف برنامج بايلوت او برنامج تجريبي عشان يطلع على الشاشه. عايزه اقول لك يا ريهام، تقولي لي دي بتبقى مرحله صعبه جدا. طبعا البايلوت دي بتتعاد 4 5 6 مرات. كلنا بقى بنبقى مرعوبين. اما ده مثلا كان مكتبه في الاول خالص، فبنخش بقى مسافه طويله ونشوف الانطباعات. طب ايتن الموجي معانا، جميلتنا وحبيبتنا ايتن. يا ايتن مين عليكم كلكم؟ ايوه يا حبيبتي، دي مجنونه معي. دي المجنونه مدام سناء معاكي. يا انت روحي وقلبي وعقلي وحياتي وكل حاجه جميله في الدنيا مدام سناء، ربنا يخليكي. انت شطوره يا ايتن. قولي لي ايه السر انه بعد كل السنين دي انا ما المحكيش بتتكلمي في اي قناه فضائيه الا مجموعي تنزل؟ انا مش عارفه انا مجنونه ولا انا هرموناتي متغيره ولا ايه الموضوع، بس انت ما زلت عندك قدره تلمسي القلب والروح قبل ما تلمسي المذيعة ولا الإعلامية ولا أي مكان التايتل لأي حد في القناة دي. أنت عندك قدرة تحرك كل حاجة في المشاعر وفي القلب والإحساس، وعايزة منك طلب. تفضلي. ينفع أطلب منك طلب يا حبيبتي؟ طول يعني هتفضلي طول عمرك تطلبي طلبات شقاكة؟ عرفينا مذيعين ومعدين ومخرجين ومنترين وفنيين، وعرفي القيادات ايه سر القياده الناجحه، ايه التوليفه المحترمه،
اللي بتفكر بره الصندوق، اللي معيار الاخلاق عندها اساسي في تعاملاتها، المعرفه، المعلومه، الثقافه، الحضور، الكاريزما، الشكل، الاضاءه، شكل الكدر، كل التفاصيل دي معجونه في توليفه ما اعتقدش ان لسه حد عارف يلاقيها بعد سناء منصور. لا بصي 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 ايتن، هي الكلمه ببساطه شديده جدا الحب، انك تحبي شغلك اللي بتعمليه، يعني لما تحبي الشغل بتاعك بتبدعي. اما لو اديتي الشغل ده على انه الشغل اللي باخد عليه مرتب في اخر الشهر و الى اخره، عمر ما هيطلع منك فن ولا عارفه لما تبقي حابه شغلك. وبعدين حاجه مهمه قوي قوي قوي، انا بعتقد ان بالنسبه لاي حد بيبقى يعني قائد لمجموعه من الشباب الصغيرين، انه ما يدخلش معاهم في منافسه ابدا ولا يغير منهم ابدا. يعني انا بقول لكل القيادات اللي موجوده، عمرك او عمرك ما تغير من زملائك، ان هم بالعكس يعني كل ما الصغيرين والشباب ابدعوا، كل ما الكبير اللي على راس هذا العمل ما نجح. فنجاحك طبعا طبعا، لانه ما حدش بينزل يشتغل بايده، فكل ما في ابداع كل ما هو اخذ يعني الكريدت بيبقى ليه، يعني التقريز والمديح وكلام بيبقى ليه. فلو لو لو حبيتي شغلك واعتبرتي ان كل الصغيرين دول بيشتغلوا لحسابك في النهايه، يعني حبيتي نفسك انت كمان، هتعملي اكتر من اللي انا عملته عشرات المرات. ربنا يخليكي لينا دايما يا مدام سناء، ونشوفك في كل عيد لقناه الفضائيه المصريه. دي بنتك الكبيره، مهما كان في تاريخك قبلها حاجات، بس دي بنتك الكبيره اللي خلقتيها وولدتيها من عدم، ومن عيال صغيره ما كانوش يعرفوا اي حاجه في الدنيا غير الام سناء منصور، اللي عنيفه ساعات، عصبيه ساعات، بس زي ما بتقولي بحب شديد قدرتي تخلقي من اللا شيء شيء جميل. واتمنى وعمرنا ما زعلنا منها يا ايتن، عمرنا ما زعلنا منها، حتى لما كانت توجهنا وممكن يكون التوجيه يعني في قاسي. قاسي او عنف شويه، لا عمرنا ما زعلنا منها، كنا مش قاسي ولا عنف. بصي بصي ايتن عندها حاجه مش موجوده عند حد تاني خالص، لا يمكن تاخد شغل مهما كان الشغل ده حتى مش على مستوى الا يطلع حلو. في ناس عندهم قرف، يعني انا مؤمنه بالشوف، يعني شوفي رغم كل الحته العلميه اللي في موضوعات، لكن ها شاطره غير الشطاره. ربنا دي حاجه بقى ربنا بيديها للبني ادم، انه اي حاجه بتاخدها تعمل من الفسيخ شربات. يعني دي ايتن الحقيقه، فعندها الحته دي. تمام، انت عندك شويه منها صح؟ يا ريت ما تخليهاش هتتغر علينا دي. لا 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 لا، خدها في ايدي وانا ماشيه، وانا خارجه كده هاخدها في ايدي. والله انا عايزه اديها كلمتين، والله عايزه اجي معاك، عايزه اكلمك كتير. انا عايز اروح لريام تاني. ريام انت فين؟ بتعملي ايه؟ وحشتينا. والله انتوا وحشتوني كمان. ولا حاجه، الفتره اللي فاتت كنت مريحه شويه. اخر حاجه بعد المحور رحت التحرير، او التحرير تحرير كانت قبل ما تبقى تان، وبعدين عقدي خلص وكنت اجازه كده فتره يعني، بس ربنا يسهل. تجربه يعني العمل خارج اطار التلفزيون او ماسبيرو، وشرفتينا زي مريم قالت، يعني انت كنت وجه مشرف جدا لماسبيرو بصفه عامه، مش بس الفضائيه المصريه. على فكره انا اللي بتشرف بماسبيرو، ربنا يخليك. هو شرف طبعا لكل الاعلاميين. انا عايزه اقول ان ماسبيرو شرف، وانا يعني انا الحقيقه نفسي اقول لكل الاعلاميين اللي بيشتغلوا بره، انتوا بتدينوا لماسبيرو بكل نجاحاتكم، كل تدريبكم، كل المقومات اللي خليتكم في الاخر مذيعين ناجحين ومتواجدين على القنوات الاخرى. انا كنت ما بعرفش ابقى مذيعه ازاي، وانا اعرف اعمل حاجه انا اتعلمت هنا. لازم لازم جزء من جهدكم يبقى الماسبيرو والانجاح ماسبيرو، والناس الكبار اللي في ماسبيرو القيادات عايزاه 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 تنجح، وعايزاكم تبقوا ناجحين. ارجعوا وادوا جزء من وقتكم لماسبيرو عشان ما تسيبوهوش كده لوحده. صحيح، ده جميل. احنا معانا بس عايزه كنت اكمل معاك. مش انت عامل ايه؟ انا ماسبيرو، انت مين؟ مش انت اللي اخترعت دي الحقيقه؟ مش انا لوحدي، انا ومجموعه من الشباب الاعلاميين. بس انا اول واحد، انا عشان يمكن انت عندي على الفيسبوك. انا ماسبيرو انا يعني اتبسطت قوي كانت ردا على بعض يعني التجاوزات في حق المبنى العظيم ده، وده حقيقي. انا ماسبيرو، انت مين؟ بس ما كانش قصدنا انت مين ان احنا نسيء لحد، انا كنا عايزين نقول احنا انا من ماسبيرو. انت تاريخك ايه؟ تاريخي بتتكلم على انت كنت عايز تبقى القذافي وتقول من انتم؟ كنت عايز تقول ايه؟ لا عايزه اقول
خرجتي من ماسبيرو وعملتي نجاحات جميله قوي يا ريهام، بتصنفي التجربه دي ازاي او بتوصفيها ازاي؟ تجربه العمل في قناه المحور، عملتي برنامج كبير جدا 90 دقيقه وعملتوا فيه نجاحات كبيره قوي، بعد كده روح في التحرير تقريبا بعد كده. طيب التجربه دي، بصي انا زي ما كنا بنقول، انا عايز في فاصل او حاجه؟ طيب. لا بقول لك الفتره اللي انا قعدت، انا قعدت 15 سنه في النايل تي في والفضائيه كمان، اتعلمت هنا والاساس كله خدته هنا، واشتغلت في كل انواع البرامج واتدربت هنا وتعلمت لغه عربيه هنا، بعد ما قلت سواء بقيت اقول سواء، يعني عرفت اضبط كويس قوي واتعلم واتدرب هنا في التلفزيون. احمد رضوان وهلا الحجيجي، احمد رضوان طبعا وهلا الحجيجي اللي علموكوا صحيح، وطبعا ورحنا لمعهد اذاعه والتلفزيون كل الاساتذه اللي هناك كمان. بعد كده لما رحت المحور قعدت فيه حاجه بتاعت 6 سنين افتكر، انا برضو التجربه دي انا بدين ليها بكتير، لان انا اتعرفت اكتر هناك، يعني ادوني شهره اكبر، برضو كان التوك شو وقتها الناس مهتمه قوي ان هي تشوف النوعيه دي من البرامج، فكنت بقدم واحد من اكبر واهم برامج التوك شو اللي موجوده في مصر 90 دقيقه. فطبعا انا برضو بدين بالولاء للقناه المحور، للدكتور حسن راتب، لزمايلي هناك، لزميلي بشير حسن بصراحه هو كان رئيس تحيل البرنامج. وانا لما رحت كنت مش هضحك عليك وكنت خايفه، لاني كنت رايحه مع معتز الدمرتاش، معتز برضو مذيع كبير وله تاريخ وله خبرته وكان خلاص عنده شعبيته في البرنامج، فانا داخله عايزه اثبتي نفسي، كنت خايفه طبعا. وانا مش هنسى نيهال سعد، نيهال زميلتنا في النايل تي في، لما كلمتها قلت لها انا رايحه 90 دقيقه، قالت لي خلي بالك التجربه دي it will make you or break you، يعني هي هتصنعك يا هتكسرك. فانا كنت فعلا داخله في التحدي ده بصراحه. دكتور حسن وقف جنبي وقتها، الاستاذ وفيق راتب اللي هو اختارني وقتها برضو وقف جنبي، وبشير حسن زميلي برضو وقف جنبي، معتز يعني بعتز ان انا اشتغلت معاه واحنا اصدقاء لغايه دلوقتي، يعني فادتني طبعا كتير. التحرير برضو كانت فتره يعني بعد المحور، بس انا بصراحه المحور فادتني كتير جدا، ومن قبلها من قبل اي حاجه تجربه الابرز طبعا. صحيح. طب خلونا ناخد مخرجه جميله جدا كلنا اشتغلنا معاها وبنحب نشتغل معاها، يمكن احنا كلنا اشتغلنا معاها، ميرفت امام. اتفضلي يا ميرفت. ميرفت ايه هتتكلم؟ ميرفت يا ميرفت. ميرفت فين؟ طيب مشيت سابت نوها. ميرفت معانا لسه؟ طيب هو الخط قطع بس هنرجع تاني، ولا سابت الدنيا ومشيت؟ لا مش ممكن تنزل. لا موجوده هتتصل تاني. طب انت شايفه ان احنا جيل محظوظ؟ الى حد الى اي مدى شايفه ان احنا محظوظين؟ احنا محظوظ من ناحيه ان احنا اتدربنا وان احنا واحنا صغيرين خدنا فرص كويسه قوي، يعني كان وقتها رؤسائنا كانوا بيدعمونا وبيساعدونا، وفعلا ما كانش في موضوع الغيره اللي بتتكلم عليه مدام سناء، بالعكس يعني هي كانت عايزه ان هي تساعدنا، وكانت حتى حمقتها علينا اللي بتتكلم عنها ايتن كانت، او ان هي مثلا تتعصب او كده من كتر ما هي عايزانا نبقى كويسين. فاحنا محظوظين في ده ان احنا خدنا دعم رهيب وقتها، خدنا يعني في حدود الامكانيات اللي كانت موجوده، وتدربنا وتعلمنا لغه عربيه ازاي، وتعلمنا يعني ايه تبقي مذيعه مهنيه محترمه، مع يعني غير حاجات تانية مش كويسه بنشوفها خالص دلوقتي بصراحه. احنا تعلمنا الاعلام على اصوله كويس، بس احنا بقى مش محظوظين دلوقتي، مش بتكلم علينا احنا، انا مثلا اللي طلع بره او خد فرصه بره، انا بتكلم علينا احنا الناس الموجودين جوه التلفزيون المصري النهارده، واللي بصراحه في منهم ناس كتيره جدا ممتازين، مش بس كويسين، احسن من ناس خرجوا بره كمان. يعني على فكره الكويسين جوه التلفزيون المصري يا جماعه ما خلصوش عند اللي طلعوا بره، لا ده لسه في ناس جوه ممتازه، بس هم مش محظوظين بقى، لان هم مش واخدين للأنا ده اللي أنا شايفاه. الله أعلم الأسباب إيه، هل الأسباب مادية، هل الأسباب يعني عدم برضو اهتمام قوي بأنه يطلع نجوم. أنا شايفة أن في ناس ممكن تبرز وتنور في التلفزيون ده، للأسف مخفوز بيها الأرض. بصي أنا يعني أنا النهاردة كنت قاعدة مع رئيس التلفزيون الأستاذ مجدي لاشين، وحسيت انه متحمس جدا، وبالعكس عايز انه يبقى عنده نجوم، لانه ما ينفعش انك تعمل قناه بدون نجوم. صحيح. فانما ايه تعمل النجوم ازاي؟ تعمل لهم، تطلعهم ازاي، وتعمل لهم بروموشن ازاي، وتفردهم على المشاهد ازاي يعني. فحسيت ان هو متحمس جدا لهذا الموضوع، والدور بقى يعني اذا كان هو الرئيس او القائد بتاعكم متحمس انه ينجحكم ويلمعكم، يبقى من باب اولى ان كنتوا تعملوا الشغل اللي تلمعوا بيه نفسه. صحيح. يعني لازم نتفق على ده، تشتغلوا على نفسكم اكتر. يعني ما فيش مانع ان احنا نروح ونقترح، طب انا عايز اعمل برنامجي اطوره اكتر، فطب ايه رايكم اروح لرؤسائي اعمل كذا اظبط كذا. ناخد ميرفت امام، ميرفت رجعت مخرجتنا الجميله ميرفت امام.
الو الو هاي يا ميرفت. الو ازاي حضرتك؟ الحمد لله منوره الدنيا كلها، وانا ما هربتش ولا حاجه، بس انا مش عارفه اتكلم مع حضرتك اقول لك ايه. اتعلمت على ايدك وعلمتيني يعني ايه شغل واهتمام بالشغل وتحدي الظروف. اتعلمت على ايدك وعلمتيني يعني ايه اهتمام بالشغل ويعني ايه شغل اصلا. علي صوتك يا مرفوطه ما تخافيش. لا انا يعني عايزه ابقى مؤدبه يا ريهام، يعني عايزه ابقى عايزه مؤدبه يعني حاولي بقى بس عني صوتك. لا 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 ولا وهي تقول لي يا 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 رئيسه يا رئيسه اعدلي خلقتك ازاي بتخرجني اعدل خلقتي ازاي وبتقولي يا رئيسه اعدلي خلقتك. اتفضلي يا ميرفت اتفضلي. انا بحبك قوي وعايزه اقول لك ان انا لو ليا اسم صغير كان بحضرتك، كبرتينا كلنا وما كانش فيه امكانيات الفظيعه اللي هم بيتكلموا عليها. هو الاداره حب واحترام، وان انا ابقى ملتزمه بحب بالعمل اللي انا بشتغل فيه كان كبير او صغير بشتغله، مش سبوبه. النهارده احنا في زمن سبوبه، بس ايه لو الاداره فيها حب هيطلع شغل كويس زي ما كان مع حضرتك. انت خدتينا اطفال انابيب فاكره ولا ناسيه؟ واشتغلنا مع حضرتك خدتينا اطفال صغيرين. فاكره ولا ناسيه؟ انابيب ايه في ايه اللي جرى لودانك يعني؟ طب انا حاولت اعديها. انت متاكده انك بتحاولي يا ميرفت زي ما قلتي في الاول؟ ما انا ما انتوا زهقتوني يا ريهام. يا ريهام انا عايزه اقول لك حاجه، لما عملنا الغنوه سوا انا وانتي زهقت امكانيات واو. انا فاكره كانت امكانيات عاديه ونجحنا صح، بس كان في بروموشن وكان في حب لقناه فضائيه. ما كانش ذمتك دي مناظر كنت تحطيني فيها النهارده دي حاجات تحطيها لي. وبعدين انا حطيت حاجات اغيظك وانت حامل. ها انت عايزه تغيظك يعني؟ اكبر تغيظك. لا وبعدين اللي يتعلم اللي يتعلم تحت ايدك يبقى طول عمره واثق في نفسه، واحنا الحمد لله جيلك واثق في نفسه وعارفين ان احنا ما احناش انصاف موهوبين، ما احناش جيل ثالث ورابع ولا ما عندناش موهبه، لا احنا موهوبين بس عايزين حد يهتم بينا وحد يطلعنا، حد يؤمن ان في كفاءات في المبنى. واشتغلنا بره كلنا يعني، مفيش حد فينا ما اشتغلش بره، بس لازم ناخد امكانيات زي ما اللي هيجوا من بره ياخدوا امكانيات، احنا كمان ناخد امكانيات حقنا. بصي يا ميرفت انا لسه النهارده اليوم يا مدام سناء بعد اذنك، واحنا بنعرض القديم، كان في امكانيات فظيعه ولا كانت عاديه؟ كان في امكانيات عاديه ولا فظيعه؟ بصي يا ميرفت يعني انا النهارده وانا بشوف جزء من الغنوه قلت طب دول يعني فعلا انتوا كنتوا بتشتغلوا اللي هو الشطره تغزل. ايوه لانه شايفه الديكور في منتهى الرقه والبساطه ولا محتاج لاستوديو كبير قوي ولا اي حاجة. وبعدين انما الشغل اللي دخلتيه وازاي التتر نزل ودخلت بعد كده الاغنيه ما اعرف ايه والاسم يعني انا شفت حاجه صغيره لكن بان فيها انه في مخ بيفكر وفي رؤيه وفي في مضمون يا مدام سناء، في مضمون وطلع باقل الامكانيات اللي ممكنه ممكن انك انت تعملي شغل حلو لما تكوني موهوبه. فانا شفت انه ده موجود في فحكايه انه احنا عايزين امكانيات كبيره. طبعا في منوعات النهارده ما تقدريش تدخلي في منافسه معاها لانه معموله لها امكانيات غير عاديه، واحنا في بلد النهارده يعني مش 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 وقته حتى ان احنا نطالب لا المسؤولين عن التلفزيون ولا 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 اطالب اي حد ولا الحكومه ولا الدوله كلها ان انا اصرف المصاريف الرهيبه دي هي على الشغل بتاعي. لكن احيانا كتير جدا المضمون بابسط الاشياء هو اللي بينجح العمل اللي صحيح. اللي بيتقدم صحيح. فانا انا طالبه منكم، انا بترجاكم انتوا ولادي، وانا نفسي اشوفكم زي ما بقول انا نفسي اشوفكم احسن قناه فضائيه في العالم العربي. فادوا الكوره في ملعبكم وانتوا لانه ما هو انتوا لما بتعرفوش ما حدش يقدر، ما اقدرش انا اطلب من واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب اقول له اكتب صح. فانتوا عليكم ان كنتوا تبدعوا وان كنتوا تقدموا لي كل امكان، مش ليا يعني انا كجمهور يعني، انك تقدموا لي كل اللي تقدروا تقدموه لي علشان تتالقوا تالق لا مثيل له مره اخرى ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا المخرجه الجميله المتالقه ميرفت امام. متالقه والله عليها متالقه دايما عشان البرامج مميزه فعلا، الناس كلها بتحبها. جميله ما هي مع انها برضو الروح الحلوه الناس كلها تجري حب الناس ما لا يشترى. لا يشترى صح. طب احنا عندنا في الفضائيه يمكن مدام سناء حضرتك قدمتي برامج جميله قوي، حتى كنا بنتفرج حتى على في التقرير مجموعه برامج كتيره قوي ويمكن كانت كلها مضمونها جميل قوي وامكانيات كانت بسيطه لكن كانت سمعت وعملت شغل كويس. احنا عندنا احدث حاجه بقى في الفضائيه
عندنا ايه احدث حاجه في الفضائيه؟ احدث حاجه في الفضائيه عندنا كنزي. ايه كنزي؟ كنزي مذيعتنا الجميله صغنونه خالص، عملت 2 سيزونز في الفضائيه المصريه مع النجوم، ما بتخافش، دخلت فيهم شمال وبتذاكرهم هيك شفتيها قبل الهوا الصغنونه. عايزين نوري حضرتك بس حاجه صغنونه بس كلمه ليها وناخد راي حضرتك فيها برضه. اتفضلي. انا هجاوب على اهم سؤال في برنامجي من غير ما حد يسالني. عارفين ايه احقات عندي؟ ان انا اكون معاكم في الحلقه دي، وهي دي اصعب حلقه بالنسبه لي، لانها دايما بتبقى اخر حلقه في السيزون بتاع احلقات مع كنسي. بس لازم اشكر كل اللي وقفوا معايا في برنامجي، وطبعا لازم اشكر ضيوف اللي نوروني هنا في حلقه من حلقاتي، وبرضه لازم اشكر المشاهدين اللي شجعوني. وبوعدكم دايما ان انت هتقضوا معايا احلى الاوقات، بس مش هنسى اقول كلمه جميله جدا للفضائيه المصريه، انت قناه عظيمه جدا، انت قناه ناجحه جوه مصر وبره مصر، انت سفيره مصر في الخارج، وانا فخوره اني بنتمي للفضائيه المصريه. كل سنه واهلا وسبيرو بخير، رمضان كريم، وكل سنه وانتم طيبين، اتمنى اشوفكم تاني في احلى اوقات على خير. باي باي. كنزي لخصت الفضائيه، يعني لخصت الفضائيه، يعني الفضائيه المصريه جوه وبره، يا سفيره بتعبر عن يعني المصري. فاكره انا كنت زمان اقول لكم دايما الفضائيه المصريه هي السفير الاعلامي لمصر في الخارج، فالبنت الصغنطوطه اللي قد كده هو يعني من غير ما تسمعني ولا تعرف هي فين، هي داخله. تعالي كنزي، تعالي بسرعه، تعالي خش تعالي يا كن، اسمها ايه؟ خايفه ليه؟ ما تبذلي قد الدنيا يا شيخه، تعالي تعالي. اهلا اهلا، دي اخر العنقود بقى فعلا. مين اللي علمك الكلام ده يا كنزي؟ مين اللي علمه لك حبيبتي؟ مامي. مامي قالت لك قولي كده ولا انت من عندك؟ قولي لي الحقيقه. من عندي. لا من عندك. برافو عليكي، برافو عليكي. انت بتقري ايه؟ بقرا حاجات عن الفضائيه المصريه، وبقرا حقيقي دايما اما يجي لي نجم لازم اذاكره كويس جدا. بتذاكريه ازاي بقى؟ لازم يعني ماما بتجيب لي حاجات لي وانا بقعد اذاكرها كويس جدا. يعني تعرفي هو عمل ايه وتاريخه ايه والارشيف بتاعه ايه وكل الكلام، وهم بيستغربوا حتى يعني انت جبتي الاسئله دي منين. بتبقي حافظه الاسئله يا كنزي ولا بتبقي مكتوبه بقى ولا في الاير بيس؟ لا ببقى حافظه. ولا في الاير بيس يا كنزي؟ ساعات كده وساعات كده. بس بتحفظي، بتقعدي تحفظي الاسئله قبلها. برافو. وساعات ممكن وهو بيتكلم مثلا في حاجه في كلامه تستغربيها فتقومي سائله اكتر، يعني بيحصل. برافو. وبيحبوكي. جبتي مين نجوم بقى؟ في سيزون 1 ولا سيزون 2؟ ايه؟ سيزون 1 ولا سيزون 2؟ لا الموسم الاولاني او الثاني، احنا ما احنا مش في الخواجات هنا. اهو ده درس تعليمي عربي. الحاجات اللي المذيعات، انا بتضايق لما المذيعين يستعملوا كلمات اجنبيه في كلامهم. خلاص قولي لي الموسم الاولاني ولا الثاني اللي انت عايزاه. الثاني ماشي. طب ها الثاني جبت الفنان سيد الشاعر، وجبت الفنان اسمه محمود. جواهر. سجلت مع جواهر وعمرو رمزي. محمود جواهر كمان، وجواهر فاكره. طب احنا للاسف الوقت عشان في نشره الساعه 9 يعني احنا الوقت جري بسرعه، احنا كنا سعداء جدا ونفسنا نقعد لغايه بكره الصبح، فيعني مش عارف احنا مبسوطين. احنا بعد الحلقه هنكمل، احنا قاعدين. لا في ناس لازم في عندك. لا احنا هنقعد مع حضرتك بعد الحلقه. هنكمل. بنشكر جدا السيده سناء منصور. مدام سناء يعني مش عارفه اتكلم اقول ايه، بس فعلا مدرسه تعلمنا فيها كل حاجه، تعلمنا حتى على المستوى الانساني مش بس مستوى الاعلام، الاحترام. بشكرك جدا مدام سناء. متشكره قوي قوي ليك، وكل سنه وانتم طيبين يا اولاد. ميرسي وحضرتك طيبه. ميرسي. شكرا يا ريهام جدا، ونشوفك دايما متالقه يا ريهام. ميرسي يا هبه وحياتي، انا مبسوطه قوي اني كنت معاكم النهارده. احنا اكتر. كل سنه وانتم طيبين. احنا اكتر. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. باي باي. ميرسي يا كنزي. ميرسي. وطالعين نطلع.